السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة إخبارية جديدة من قناة المكلا المحلية، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. السلطة المحلية بحضرموت تكرم المبرزات في معرض الوسائل التعليمية 16 لرياض ومدارس وثانويات ساحل المحافظة. التوقيع في سيون على اتفاقية شراكة في مجال الحفاظ على مدينة شباب التاريخية. تواصل الحملة العلاجية بلسم 3 لجراحة وقسرة القلب لدى الكبار في مركز نبض الحياة بالمكلا. أهلا بكم. صدر محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني قرار رقم 103 من العام الحالي، قضى بتكليف الأخ سالم أبو بكر علي كنيد مديرا عاما لمكتب وزارة الشؤون القانونية بساحل حضرموت. قدم محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني اليوم واجب العزاء إلى عمر العمودي في شقيقه فقيد الوطن اللواء ركن عبد القادر العمودي مساعد وزير الدفاع للموارد البشرية، والذي وافته المنية في 18 من مارس الجاري إثر حادث مروري بالعاصمة المصرية القاهرة. وأكد المحافظ خلال زيارته لمنزل شقيقه بديس المكلا لتقديم واجب العزاء أن الفقيد له إسهامات بارزة وحافلة بالعطاء والوطنية وخدمة الوطن، مشيرا إلى أن الوطن خسر برحيله واحدا من قيادات الجيش الخبيرة والمتمرسة في المجال العسكري والأكاديمي، وقائدا عسكريا له بصماته الكبيرة في المؤسسة العسكرية، سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون. كرمت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت صباح اليوم بمدينة المكلا المبرزات في معرض الوسائل التعليمية 16 من خامات البيئة المحلية لرياض ومدارس وثانويات ساحل حضرموت في حفل خطابي وفني وتكريمي نظمه مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت. وفي الحفل أكد محافظ حضرموت على أهمية هذه المعارض والأنشطة اللاصفية في إبراز قدرات الطلاب وإفساح المجال أمام إظهار إبداعاتهم في المجالات العلمية والرياضية والفنية، كما أكد أن السلطة المحلية ستواصل دعمها لهذا القطاع الحيوي والمصيري للنهوض به في رفع قدرات الطلاب وتحسين جودة التعليم. من جهته قال وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت جمال سالم عبدون أن المكتب قد أكمل الخطة العامة للأنشطة اللاصفية للعام الدراسي الحالي بمشاركة الآلاف من الطلاب من مختلف مدارس مديريات ساحل حضرموت. وشهد الحفل أناشيد وروبرتاج لمحطات وأجنحة المعرض ولوحة استعراضية إبداعية تراثية وقصيدة شعرية ومشهد تمثيلي لفتيات مركز النور للمكفوفين أبرزن تحدي الفتاة الكفيفة للإعاقة وسعيهن لمواصلة التعليم. نظم مكتب وزارة التربية والتعليم بوادي وصحراء حضرموت اليوم ورشة عمل بعنوان واقع اللغة العربية في مدارسنا وسبل النهوض بها، وتضمنت الورشة التي شارك فيها عدد من التربويين محاور تتمثل في مشكلة استخدام اللهجة العامية الدارجة لغة للتدريس في المدارس وآثارها وأخطارها وسبل التخلص منها وتشخيص أسباب ضعف اللغة العربية ودور المشرف التربوي في النهوض بها في المدارس وأبرز مظاهر الضعف في استخدام اللغة العربية داخل المدرسة، وكذا دور الأسرة في الرفع من مستوى الطلاب في اللغة العربية ووسائل الإعلام ودورها في اللغة العربية. من جانبها أكدت السلطة المحلية بالوادي والصحراء على أهمية هذه الأنشطة في إثراء اللغة العربية بالنقاشات وتبادل الأفكار والمقترحات لتحسين أداء تقديمها، مشيرة بأن السلطة المحلية تولي القطاع التعليمي أهمية كبيرة لدوره الريادي في عملية البناء والتنمية. جرى اليوم بسيئون التوقيع على اتفاقية شراكة في مجال الحفاظ على مدينة شبام التاريخية بين الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية فرع شبام ومؤسسة دوعا للعمارة الطينية. وتنص بنود الاتفاقية على السعي الجاد لإيجاد تمويل لبرامج الترميم والحفاظ على مباني مدينة شبام التاريخية وتعزيز مبدأ الشراكة بين منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال التراث الثقافي
والجهات الحكومية المختصة في الحفاظ على مدينة شبام، إضافة إلى دعم المجتمعات المحلية في المواقع والمدن التاريخية بسبب ظروف الأزمة والحرب، وكذا الحفاظ على مدينة شبام كواحدة من مدن التراث العالمي. وباركت السلطة المحلية الاتفاقية باعتبارها الخطوة التي تجسد بالملموس رعاية والاهتمام بمدينة شبام التاريخية، مشيدة بالتعاون المشترك بين المؤسسات الحكومية والأهلية في سبيل الحفاظ على واحدة من رموز الهوية التاريخية. أعلن مدير عام فرع شركة النفط اليمنية بساحل حضرموت الدكتور خالد العكبري عن وصول الباخرة النفطية مزايا التابعة لشركة أحقاف حضرموت، والتي تحمل على متنها 2700 طن متري من مادة الديزل، والتي تعتبر كأول دفعة إسعافية سيتم توزيعها للسوق المحلي في الساعات المقبلة عقب انتهاء الضخ والتفريغ في خزانة الشركة بمنطقة خلف بالمكلا. وقال العكبري بأن خلال 72 ساعة القادمة سيصل إلى مخطاف ميناء المكلا باخرتان إضافية تابعة لشركة أحقاف حضرموت، وهي الباخرة تارقت المحملة ب3000 طن، والباخرة مارينا مارتيكس المحملة ب3600 طن من مادة الديزل، خاصة لتغطية السوق المحلي. وطمأن العكبري مواطني المحافظة بحرص الشركة وقيادة السلطة المحلية على توفير كافة احتياجات ومتطلبات السوق المحلي من المحروقات والمشتقات النفطية. انطلقت بمدينة المكلا الدورة التدريبية لموظفي شركة النفط اليمنية في أساسيات الشبكات CCNA، ينفذها معهد نما بشراكة مع معهد حضرموت لتقنية المعلومات. وتستمر الدورة على مدى أسبوعين بمشاركة 10 موظفين من فروع شركة النفط اليمنية في عدن وسيئون والمكلا والمهرة ومأرب. وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة الدورات التدريبية التي تنظمها شركة النفط لموظفيها في الفروع. وأكد خالد عرجي مدير إدارة التدريب شركة النفط حرص الإدارة العامة بالشركة على رفع الكفاءة للعاملين بما يخدم تطلعاتها نحو خدمة المجتمع والوطن من خلال الخدمات التي تقدمها في ظل الظروف التي تمر بها البلاد. اطلع المدير العام لمكتب وزارة الثقافة بساحل حضرموت الأستاذ خالد القحوم على نشاط وإصدارات دار تقريب التراث للنشر والتوزيع وخدمة التراث بغيلبة وزيرة. جرى ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه رئيس مجلس الإدارة الأستاذ سامي باشكيلة. وأشاد مدير الثقافة بعمل الدار وما تقدمه من خدمة للتراث والموروث الشعبي الحضرمي، مؤكدا وقوف مكتب وزارة الثقافة ودعمها للدار حتى تتمكن من تحقيق أهدافها المرجوة. من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة دار تقريب التراث عن سعادته باللقاء وما لمسه من تفاهم كبير من مدير مكتب الثقافة لدور مراكز ودور النشر في حفظ التراث والهوية التاريخية للشعوب والمجتمعات. قامت إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة وبمشاركة إدارة مكافحة المخدرات بأمن وشرطة ساحل حضرموت بالمكلا محاضرة توعوية في جامعة العلوم والتكنولوجيا حول المخدرات ومخاطرها وعقوباتها في القانون. وتطرقت المحاضرة ماهية المخدرات وأنواعها المتوفرة ومخاطرها وطرق الوقاية منها بتقوية الوازع الديني ونشر الوعي في أوساط المجتمع وتقوية النسيج الأسري والاجتماعي واختيار الصحبة والرفقة الصالحة، وكذا العقوبات والجزاءات المترتبة على المتعاطي والمروج. وأكد مدير إدارة مكافحة المخدرات المقدم عبدالله الأحمدي على أهمية التوعية، مشددا على ضرورة تعاون المواطن في سبيل تحقيق ذلك الهدف النبيل. بدوره ثمن رئيس دائرة التوجيه المعنوي الرائد علي عليان الجهود التي تبذل من قبل القطاعات التعليمية والمجتمعية في سبيل رفع مستوى الوعي لدى الشباب بمخاطر المخدرات والآفات السيئة. تتواصل بمركز نبض الحياة التابعة لمؤسسة أمراض القلب الخيرية الحملة العلاجية لجراحة وقسطرة القلب لدى الكبار بلسم 3 بمدينة المكلا بدعم من منظمة البلسم الدولية. وأجريت خلال اليوم الثالث من الحملة التي ينفذها أطباء سعوديون 3 عمليات قلب مفتوح و11 عملية قسطرة علاجية، لتكون إجمالي العمليات التي أجريت 7 عمليات قلب مفتوح و26 قسطرة علاجية. وقال استشاري أمراض القلب بمركز نبض الحياة دكتور طيب بافضل
أنه سيتم عمل عمليتين قسطرة لحالتين لديهم انسداد كامل في شرايين القلب، وهي لأول مرة يتم إجراؤها في حضرموت وربما في اليمن، وسيجريها استشاري قسطرة القلب البروفيسور رحيم قل. لأول مرة في تاريخ حضرموت أو في تاريخ القساطرة العلاجية في محافظة حضرموت وأتوقع في اليمن عامة أن يتم اليوم بإذن الله في اليوم الثالث أو الرابع من الحملة عمل حالتين بإذن الله سنتمكن من نجاحها. هي حالتين صعبة جدا حيث أن الشريان نسبة الانسداد فيه 100% لأنه تتطلب إمكانيات عالية ومستلزمات خاصة، وكمان أنه تحتاج إلى وقت طويل حيث أن هذه مثل هذه العمليات تحتاج ما بين 2 إلى 3 ساعات إلى 4 ساعات عمل لمحاولة فتح هذا الشريان. عقد بمركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة بجامعة حضرموت الاجتماع الثاني للجنة العليا لأسبوع الطالب الجامعي 8 الحالي برئاسة الأستاذ الدكتور سالم مبارك العبثاني نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب ونائبا لرئيس اللجنة العليا. وفي الاجتماع استعرض كل رؤساء اللجان الرئيسية الأنشطة والفعاليات التي نفذت والفعاليات التي سيتم تنفيذها وفق البرنامج المعد في جميع الألعاب والمسابقات الرياضية والأنشطة العلمية والثقافية لجوائز الجامعة، إلى جانب المعرض العلمي لإبداعات طلاب جامعة حضرموت والذي ستشارك فيه كافة كليات الجامعة لعرض مواهب وإبداعات الطلاب في إطار خدمة الجامعة للمجتمع. وستنطلق فعاليات أسبوع الطالب الجامعي من خلال افتتاح المعرض العلمي في الأول من إبريل المقبل، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة والمهرجان الفني المصاحب ضمن فعاليات أسبوع الطالب الجامعي 8 لهذا العام. أكد مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت الكابتن حسن مسجدي أن شهر إبريل المقبل سيشهد عددا من الأنشطة والبطولات والفعاليات والبرامج الرياضية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 3 لتحرير ساحل حضرموت. وقد جدد مسجدي خلال لقائه قيادة اتحاد التايكواندو في ساحل حضرموت واتحادات الألعاب والأندية الرياضية على المشاركة الفعالة بهذه المناسبة الوطنية. واطلع مسجدي على خطة عمل برنامج اتحاد التايكواندو لفعالية التحرير، وهي عبارة عن مهرجان كرنفالي رياضي استعراضي للعبة وفنونها القتالية. وتدارس اللقاء الأفكار والمقترحات حول كيفية تنفيذ النشاط والتأكيد على مشاركة الأندية ولاعبيها، كما أقر في اللقاء إقامة بطولة الفقيد إبراهيم الحبشي التي يقيمها الاتحاد سنويا، وكذا قرار إقامة دورة الألعاب القتالية في التغذية. نهاية النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. السلطة المحلية بحضرموت تكرم المبرزات في معرض الوسائل التعليمية 16 لرياضي ومدارس وثانويات ساحل المحافظة. التوقيع في سيون على اتفاقية شراكة في مجال الحفاظ على مدينة شبام التاريخية. تواصل الحملة العلاجية بلسم 3 لجراحة وقسطرة القلب لدى الكبار بمركز نبض الحياة بالمكلا. السيدات والسادة، قدمنا لكم هذه النشرة الإخبارية من قناة المكلا المحلية. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء. We'll be right back.